السلام عليكم. مميزات نظام iOS 16 من أبل رسميا. مميزات الإصدار الرسمي لنظام iOS 16 كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة ل 100,000 مشترك فضلا منكم وليس أمرا. بدعمكم بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل أو توت أو أول وتابع الفيديو حتى النهاية. أطلقت شركة أبل قبل أيام سلسلة آيفون 14 رسميا بالإضافة إلى أجهزة أخرى. تتضمن هذه السلسلة آيفون 14 وآيفون 14 بلس والآيفون 14 برو والآيفون 14 برو ماكس. كما أعلنت الشركة رسميا أيضا عن الإصدار الرسمي الجديد لنظام iOS 16. سيدعم نظام iOS 16 الجديد آيفون 8 أو الآيفون X أو الأحدث. يشمل نظام الآيفون 16 أو iOS 16 على الكثير من الميزات جديدة من شاشة القفل القابلة للتخصيص إلى القدرة على تحرير وإلغاء رسالة الآي ميسج مؤقتا والكثير من المميزات الأخرى الرائعة. جدير بالذكر أن تثبيت هذا التحديث يستغرق عملية بسيطة لتثبيت iOS 16. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز الآيفون الخاص بك وانقر فوق عام تحديث البرنامج. بعد تحديث الآيفون الخاص بك إلى iOS 16 يمكنك تجربة ميزات النظام الآن بعد أن أصبح النظام رسميا. إليك أفضل 6 ميزات جديدة لنظام iOS 16 قد يرغب المستخدمون في التحقق منها. مميزات الإصدار الرسمي لنظام iOS 16. أولا، تخصيص شاشة القفل. الميزة الرئيسية الجديدة في iOS 16 هي القدرة على تخصيص شاشة القفل بطبقات متعددة من الخلفيات والأدوات والخطوط المخصصة للتاريخ والوقت. يمكن للمستخدمين أيضا اختيار مجموعة من الصور لتبديلها على شاشة القفل على مدار اليوم. يعرض معرض شاشة القفل الجديد مجموعة من خيارات شاشة القفل بما في ذلك خلفيات الطقس الجديدة مع ظروف الطقس في الوقت الفعلي وخلفيات علم الفلك التي توفر مناظر للأرض والقمر والنظام الشمسي. يتضمن iOS 16 دعما لتصميمات متعددة لشاشة القفل مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين المفضلات بضغطة واحدة فقط. سيتغير شريط الحالة أيضا مع زيادة المساحة المتوفرة في الجزء العلوي من الشاشة، كما سينتقل مؤشر الإشارة الخلوية إلى اليسار وسيقوم مركز الإشعارات بإعادة عرض ملء الشاشة. عند قفل الشاشة يتم قفل الجهاز أيضا ولن يكون هناك عرض لشريط الحالة. ستكون الاختيارات جزءا من تجربة العرض دائما مثل شاشة القفل العادية. ستنتقل الإشعارات من الأسفل إلى كل مرة وتبقى مرئية بشكل غامض لمدة 10 ثواني. بمجرد إيقاظ الشاشة سيتم تحريك الإشعار من الأسفل والاستمرار في الإعدادات التي يحددها المستخدم لكيفية عرض الإشعار على شاشة القفل مثل العدد أو التكديس أو القائمة. ثانيا، تحرير او الغاء ارسال الاي مسج. يقدم iOS 16 القدرة على تحرير او الغاء رسالة الاي مسج مؤقتا بالاضافة الى القدرة على تمييز محادثة الاي مسج على انها غير مقروءة بعد فتحها. تسمح ابل للمستخدمين بتحرير الاي مسج حتى 15 دقيقة بعد ارسالها مع ما يصل الى 5 تعديلات لكل رسالة. ومع ذلك يجب على المستخدمين ملاحظة ان المستلمين يمكنهم رؤية سجل التعديلات التي تم إجراؤها على الرسالة. وأيضا على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15 أو إصدار أقدم يتم استلام الرسالة المعدلة كرسالة جديدة تقول تم التعديل كرسالة جديدة. ثالثا، استخدام مشغل الموسيقى بملء الشاشة. يعيد iOS 16 تقديم مشغل موسيقى بملء الشاشة على شاشة القفل مع صورة كبيرة للألبوم وخلفيات ذات ألوان متطابقة. جدير بالذكر أن أبل آخر مرة قامت بعرض مشغل موسيقى بملء الشاشة على شاشة القفل في iOS 10 في عام 2016. وفي حال لم يعجب المستخدمون بهذه الميزة فيمكنهم النقر فوق الجزء السفلي من الشاشة لتقليل مشغل الموسيقى والعودة إلى خلفية شاشة القفل القياسية. يعني بالنسبة لي أنا شخصيا عندما أقوم باستعمال سبوتيفاي فأضغط فقط على الصورة الموجودة في سبوتيفاي من القفل ومن ثم تصبح الشاشة بملئها تعمل كمشغلة موسيقى. رابعا، دعم لوحة ألعاب نينتاندو جوي كون.
يدعم الآيفون من أبل العديد من أجهزة التحكم في ألعاب البلوتوث على نظام التشغيل iOS 16، وهذا يشمل الجويكون من نينتاندو من نينتاندو سويتش ووحدات التحكم البرو. ويمكن استخدام أجهزة الآيفون التي تعمل بنظام iOS 16 مع جويكون واحد يسار أو يمين أو كوحدة تحكم واحدة في نفس الوقت. يعد هذا تغييرا عن توافق الآيفون الحالي مع وحدة تحكم PS5 DualSense وأيضا الإكس بوكس الجديد أو الإكس بوكس 1 منذ إصدار iOS 14.5 العام الماضي. خامسا، توفر الأبل باي على iOS 16 ومعلومات جديدة مدمجة لتتبع الطلبات في تطبيق الوالت. تعمل ميزة تتبع هذه مع الطلبات عبر الإنترنت التي يكملها المستخدمون من خلال الأبل باي. يوفر المتعاقب تاريخ تسليم تقديري للطلب ويشير إلى موعد تسليم الطرد. هذه ميزة سيقدرها العديد من محبي أبل نظرا لراحتها. سادسا وأخيرا، استخدام تطبيقات اللياقة البدنية دون الحاجة للأبل واتش. يعني الآن لا تشتري الأبل واتش ويمكن للآيفون أن يقوم بعمل الأبل واتش بدلا من الأبل واتش. بدءا من iOS 16، يمكن لجميع المستخدمين استخدام تطبيقات اللياقة البدنية على أجهزة الآيفون الخاصة بهم حتى بدون أبل واتش. ويتميز التطبيق بحلقة نشاط يومية. بحلقة نشاط يومية تعتمد على مستشعر حركة الآيفون، يتيح ذلك للهاتف تقدير عدد السعرات الحرارية والخطوات التي يحرقها الفرد كل يوم. خلال حادث الآيفون 14 أعلنت أبل عن خدمة الفيتنس بلاس، وفقا للمستخدمين سيكون متاحا لملك الآيفون بدون أبل واتش في وقت لاحق من هذا العام. أيضا هذه الميزة متاحة حاليا في 21 دولة، يبلغ سعر اشتراك 9.99 للفيتنس بلاس بالنسبة يعني في الشهر، أو 79.99 دولار أمريكيا في السنة. إذن ما رأيكم في مميزات الآيفون أو iOS 16 الجديدة؟ شاركوني عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.